شك يا روحي. يلا يا مارون صحتكم. شو هذا فتكة؟ فتكة هذا مش فتكة، هاي فتقة. فتقة هي ضايع تروح تضحك عليها. العوذ بالله انا عم بحكي عن غير فتقة. ايه جارة غصة. ايوه اثنين يا يا طور يا حبيبي. فوفو يعد حد زوزو، قال له زوزو، قال له شو فوفو؟ قال له ليك حبيبي انت شو بتتمنى تكون؟ انا بتمنى اكون موزه. قال له ليه؟ قال له هيك بيقشروني بصيروا يعدوني. امشي امشي يخرب زوقك يخرب زوقك. انت شو بتتمنى تكون؟ قال له يا انا بتمنى اكون امبلانس. قال له ليه؟ قال له هيك بيفتحوني من ورا وبصير واحد فايت وواحد ظاهر وانا فوفو نونو قرروا يعملوا مظاهرة. لا مظاهرة ضد إسرائيل. كتبوا فوفو نونو يافطات كبيرة كتبوا عليها كلها تفو تفو عليك إسرائيل. خلصت والبقوة يافطات عن جد ما بقى نقدر نتحمل. تفو تفو عليك. يلا 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 يا طنطا. لايك خواجه، بما انه اليوم عيد السنه راسه راس السنه خواجه طنطا بده يعمل هديه لمهيبه. قال له ليش وقف لي هون حد الفرن في محل ادوات صحيه بدي اشيل هديه لمهيبه. قال له ايش بدك تشتري؟ قال له زلمه ما عندش فشيه لتنظف الحمام. مش معقول هيك تفرج وهيك تطلع لي اخر شيء لتنظف الحمام لون الروز. قال له ليش هي لمهيبه؟ قال له كنا اخذها وطلع فيها للجير طالع مهيبه ايش بيك يا زلمه؟ قال لها هيدي فرجيه. اجي هي بك يا زلمه؟ قال لها هي بس تفوتي على الحمام وتخلصي بتنظفي فيها. يا عمي بعد شهر زمان شافوا للياس قال له ايش تنسى عجبتها الفرجيه المهيبه؟ قال لي يا زلمه استعملتها يومين ورجعت على ورق التواليت. شابه يا خويجه يا عمي يا عمي يا عمي الله والله العظيم قوي. لا 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 هشام مش جاي نجربكم. ولو يا عبد الشوم تفضل كول. لا مرتي جاي عندي. طنطا هيدا لول مش جاي نجرب. يا مريوسي ذكرني ذكرني مره كنا مسافرين بسفره فنيه والجروب كله طلع بالطياره بقى من بعد ما قدموا الاكل وكذا انا بدي اتكرم كثير قلت له الشباب ما حدا يدفع واصل. يا نادر قادر انت؟ اذا بتحب تجرب قرب. يلا اثنين ختياريه راحوا تيعملوا تشيك اب عند الحكيم. فات الرجال بالاول فحصوا الحكيم ضغط كلاوي روايه تنفس كل الاشياء كل التفاصيل فحصوا اخر شيء قالوا الحكيم حبيب القلب بتحب تستفسر عن شيء؟ قال له حكيم بس عندي سؤال هيك شوي محيرني كل ما اقرب عمرتي يعني اول مره ببقى كثير مشوب وثاني مره كثير مسقع. وقف الحكيم هيك قال له ليك طب نطرك خلص طلع هلا بشوف لك عندي بالاشياء بين ايدي شو ممكن يكون السبب. فاتت مرته فحصها ولقيته مهموم كل الوقت عم بينبش بهالكتب وعم بيجرب يلاقي عم في شيء محيره. قال لها خلصي ما بك شيء الحمد لله. قلت له بس حكيم انت هيئتك بك شيء شو الوضع شو صاير معك؟ قال لها يعني جوزك سالني سؤال لبك لي راسي. قلت له شو؟ قال لها عم بيقول لي انه اول مره بس عم تكونوا سوا عم بيكون مشوب وثاني مره عم بيكون كثير مسقع.
قلت له حكيم ايش بدك منه؟ هذا اول واحد بحزران والثاني بكنه الاول. مارون وصد غوار اذا فيك. ايه هلا ايه حلو كثير. يلا بس انا بما انه شفت كيس هم بدي اشوف تنسى انا اذا بيعمل اكثر من مرتين بالسنه. لايك يا اجي تعاي بنجرب وانت بتقول ليش موهبه اسود؟ موهبه اسود موهبه. واحد بده يروح على فرنسا على كيس هم بيت ذكرتني بشغله، قال له يا زلمه بده يروح على فرنسا بس عطين هم مش كثير قوي بالفرنساوي، قال له يا بيي شو بضلوا مكركبين لك راسك يا زلمه وشو بتعطي الهم؟ انا ما شايف واحد مثلك. قال له ليه؟ قال له يا زلمه بتضلك على طول مستوهم. لا يا زلمه لك ما في قهوه من الفرنساوي. شو ما بدك تحكي قول لا يا زلمه وخلص. قال له شو عم تحكي؟ قال له ايه وروح الليله على البيت وبلش يتمرن. قال له خلص شو ما بدك تحكي قول له. وصل على البيت له مرحبا له كيفكم له كيف صحتكم؟ قال والله خي خينا الفرنساوي. وصل على المطار فات على مطعم وصل هيك اجى الجرسون لحده قال له وي مسيو. قال له بحيات عينك ليك مش رح كركبها على راسك هيك له بفتي له صحن حمص له تبوله. قال له وي مسيو. طلع برفيقه قال له حبيب قلبي على الفرنساوي قال لك مقلزه بكلمه لون تلت الطاوله. قدم الماتر قال له ليك لو ما طلعت للبنان كنت اكلت له سرميه. وحده سبحان الخالق يا برني. سبحان الخالق سبحان الخالق برني. شو لابسه؟ لابسه بيكيني يا ويلي. نزلت هيك وعم تتمختر اجى الماتر نجار قال لها سبحان الخالق يعني من هنيك شو هالجمال وشو هالجسم الغير شكل يا حدا بس تقبريني هون بالبلاج يعني بحياة عينك ممنوع مايوب قطعتين بس المايوب قطعه وحده. قلت له عال اياها بدك اشلح لك. ايه اخويا جاتانسا بعطيكم الوقت كله اليوم. جاوزونا اخويا جاتانسا ست حنة عندك هذا من انت ايه ما كانش يعرف يعمل والد. زلمة مقضي حياته بالحقلة وست حنة من تعجن. راح عند الحكيم شرح له كيف الحكيم ما هوش عارف روحي. شهر زمان رجع عند الحكيم قال له مش الحيل؟ قال له يا حكيم لا بكون بالحقلة يطلع لبالي واحد بيركض للبيت عالتعب خالص راحت. قال له لك رح نحلها بتاخذ معك الجفت سامع حني بتاخذ معك الجفت بس يطلع لبالك بتقوس ضرب بتركض حني انت مرتاح وبتعمل اللازم. شهرين زمان رجع عند الحكيم قال له ايش مش الحل؟ قال له يا زلمه مش الحل جمعت زمان بس لما نبلش موسم الصيد مع الشفت حني. الله وكيلك يا ارزه كل ما تسمع ضربه قوس ترتب. هاي محرومه حني هاي يا مريم شو بدك؟ يلا قصدي انه حكينا نكتب ضربين اوعى تجي حني هلا ما تخلوا حني تفوت اذا حدا قوص. لا هيك تفوت يا زلمه. انا طلبت اذن من ناتالي خبر اشياء صايرت معي اشياء مهضومه. ايه ايه ما هي لانه برتب ما رح انسى الليله مش ناسي شيء. كنت بمسرحيه الليله راس السنه. ليلة راس السنه انا قادر معك فرصه. ايه لحين 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 كنت بمسرحيه ملوك الطوائف كان بالاوضه عنا بالكازينو في بافليت يعني نسمع المسرحيه كيف ماشي وين وصلت. السائق في مشهد المسرحيه بالفصل الثاني يكون صديقنا جوزيف اصاف مهضوم جدا. جوزيف ما قدر يكون معنا الليله نحن طلبنا منه ما قدرنا. زقفه لجوزيف. معلش لانه ذكرت جوزيف هلا بدي اذكر ثلاث ضيوف كنا متمنيين يكونوا معنا ابدعوا بحلقات لول السابقه بس ما قدروا هن جوزيف اصاف اكيد الفنان الاولى القصه بنوجه له تحيه كثير كبيره. والممثله جيزال بويس كمان ما قدرت تكون معنا موجه لهم تحيه. والممثله كمان المهضومه كثير بيتي توتل.